من حقك تلعب وتستمتع، لكن مو من حقك تهاوش وتسوي مضاربات حتى أذية إخوانك أثناء اللعب. ما هي ترفيه ولا متعة. بلاش مشاكل يا شباب، طور فكرك، طور تفكيرك عشان توصل للتفكير الإبداعي. خليك معنا في برنامج هذه لعبتنا، مئات الأفكار والتحديات والألعاب، كل يوم فكرة، كل يوم حاجة جديدة. وين؟ في هذه لعبتنا. خليكم معنا.